حنروح هيك لمساحة خاصة بالجرافيك والديزاينات. اليوم هيك ضيفتنا مميزة قدرت تخلق لحالها مساحة بعالم الجرافيك وتشكل فرص ما إلى حدود من الإبداع أكيد لحتى ترسم هذا المستقبل. اليوم مثل ما نقول جرافيك وديزاين عم نحكي عن إبداع، عم نحكي عن حدا عنده مزاج بهاي القصة. في ناس كتير دخلت حبت تتعلم وفشلت أكيد. تماماً. اليوم رح نحكي أكثر بمحطتنا عن عالم الجرافيك مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو جيهان الحجي، دكتورة في كلية الفنون الجميلة، واليوم رح تخبرنا عن موهبتها وأيضاً عن معرضها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم صباح دكتورة الخير. جيهان صباح أهلا الخير وسهلا. كيفك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نروحك فوراً للمعرض اللي اشتغلت عليه بالجرافيك، نحكي عنه أكثر. والله هو تقريباً المعرض من شهرين، نهاية شهر 10 أقيم المعرض بالمركز الوطني للفنون البصرية بإدارة الدكتور غياس الأخرس. نعم. وطبعا يعني المعرض كان اختصاص جرافيك بحت، يعني أعمالي ضمن اختصاصي كانت. ممكن أنا أحكي أنه عن التجربة اللي هلأ أنا قدمتها كان فيها خصوصية من ناحية الطرح، من ناحية التقانة، من ناحية الأسلوبية، العوالم، الكاريزما الخاصة فيه. كان في خصوصية يعني أنا وقت كنت طالبة مثلا ممكن أقدم تجارب حلوة فيها محض باكتشاف التقانات والتكنيك، بعدين كبر حلمي. الآن أنا أصبحت فنانة. نعم. محاسبة أمام جمهوري بتقديم ذاتي المبدعة بطريقة يعني أحترم ذاتي عليها قبل ما الآخر يحترمني عليها. صحيح. يعني هي نقطة جدا مهمة. فأنا هون حاولت أقدم تجربة تكون فيها خصوصيتي وأسلوبيتي. يعني بالعالم كلياته في لغة كل شخص بده تتعرفي عليه من خلال هويته. طب إذا لحنا بعالم الفن إذا بدنا نتعرف على هوية شخص معين فبدنا شو بدنا نقول؟ بدنا نقول شو هويته. الفنان تحكمه الهوية، البصمة، الكاريزما. تماما. فأنا هون قدمت عالمي الخاص، يعني هون بدأت جيهان تقدم عالمها الخاص بفن الجرافيك بخصوصية متفردة. أهم شيء أنه يعني أنا لو ما وجدت أنه في خصوصية لم أخطو خطوة أن أقيم معرض. تمام. خلينا اليوم نحكي عن عوالمك الفنية أكثر، عن أسلوبك بالتصميم. هلأ أنا ممكن أحكي لك بموجز مختصر كيف بلشت. فضل. يعني دائما أي فنان أو أي مبدع بالحياة أو أي إنسان ناجح لازم تكون له خطوات حقيقية صادقة مع الذات ببناء ذاته. يعني ما بقدر أنا هلأ أقول لك مثلا أنا فنانة تجريدية، طب أنت بتطلعي شو هو تاريخك؟ ما في تاريخ، ما في أرض صلبة أنا واقفة عليها. فأنا بدأت بالواقعية، انتقلت إلى تبسيط الأشكال والأشياء، ثم انتقلت إلى مفاهيم أخرى بدمج التكنيك مع عوالمي الخاصة فيها، ثم انتقلت إلى شيء مثلا من التكعيبية. بس دائما جيهان، خصوصية جيهان شو هي موجودة الخصوصية؟ يعني شوفي بداخل كل فنان طفل حقيقي. صحيح. إذا هو كان مبدع حقيقي، لاحظي على الساحة يوجد الكثير، ولازم ليس بالضرورة أن جميع من عرض ومن وضع ومن تكلم أنه هو فنان حقيقي. هذا الطفل الحقيقي بداخل الفنان الحقيقي يجب أن يكبر يوم بعد يوم. صحيح. يكتشف الطفل دائما بيمشي وبيكتشف بيتعرف. فأنا في بداياتي أتعرف أكتشف أجد ثم أبدأ بنسج عوالمي. صحيح. فأنا أرسم كالطفل، كتير متأثرة بفن بوليكلي وبنظرياته، ولكن هو ما بيرسم مثل ما الطفل بيرسم، لا هو بيرسم بعقلية الطفل، بآلية الطفل. سألتيني مين جيهان؟ جيهان بداخله طفل صغير، طفلة صغيرة بتحاول تكبر حلمها بعالمها الخاص. يعني أنا بشوف عناصري وموادي بعيني التي لا يراها أحد آخر برؤيتي الخاصة بتوليفة جرافيكية خاصة. ضمن خصوصية كمان متفردة لازم تكون بالتقانة.
التقاني التقاني مو بس اني اعرف كيف ادمج بيناتها، يعني هي عملتها بالماجستير بالدكتوراه اثناء دراستي الاكاديميه. الان انا الى عوالم، يعني وقت بدي اقول لك انا ادب او قصيده شعريه، انت بدك تسمعي شعر حقيقي. صح، بده يوصلني. بده يوصلك، بده يوصلك، اذا ما وصلك ما اهميتها. صحيح، عرفت يعني شلون. اما عمليه دمج التقانات والتكنيك والكشف والمعرفه الماده وتعايشي مع هذا، يجب ان يكون قبل ما اقوم بتجربه اقول فيها هذا عالمي الخاص الذي سوف انطلق منه الى عوالم اخرى. حلم يكبر يوم بعد يوم الى ان يصبح حقيقة. دمت علقة بهذا المشروع الجميل. والله شوفي متعلقه كثير، هو بيمثلني، هو ذاتي. طيب، واهم شيء بالفنان المصداقيه، وقت يعني انت بتلمسي. صحيح، بتلمسي هذا الشيء. نعم، وقت بشوف تصميم لك اكيد انا بقدر يوصلني، مثل ما انا حتى لو انا ما عندي كثير خبره بديزاين الجرافيك او حتى بالرسم التشكيلي، احيانا نوقف قدام صوره ما انت ما بتفهمي هدول الاشارات، بس وصلت. والجرافيك نفس الشيء. اليوم دكتوره حضرتك على شو بتعتمدي بتصاميمك او على شو بتركزي اكثر شيء؟ بلوحتي التشكيليه بعتمد في اشياء كثيره بيعتمد عليها الفنان بفضاء لوحته، بفراغ لوحته. هي المادة اللي بده يستخدمها، هي آلية تفكيره، عرفتي علي شلون؟ الصورة اللي هو بانيها بذاته ومهاراته والتجربة اللي عنده إياها، التجربة اللي عنده إياها. أنا هون بمعرضي انطلقت بمصداقية حقيقية وبكل بساطة. يعني أنا كأنثى، كامرأة، وخاصة بالظروف اللي مرينا فيها منعاني كتير، فأهم شيء بدي أكون أنا صادقة مع نفسي. كتير بحب الطبيعة لأني أنا جزء من الطبيعة. يعني أنا من بداياتي دائما أرسم عن الطبيعة لأني أنا جزء لا أتجزأ من الطبيعة، بمشي وأتأمل. فإذا بدك تقولي شو اللي بيميز هذا الفنان، قبل ما تشوفي لوحته أعملي حوار معه، شوفي حواره سطحي مبني على عمق، مبني على فكر خلاق. عرفتي علي كيف؟ لازم يكون عنده حالة وجدانية صادقة. فبكل بساطة انطلقت من الطبيعة ورسمت مفردات بسيطة. بدي اسألك هذا السؤال، كثير من الفنانين بيلجأوا للطبيعة لحتى ياخذوا منها مفرداتهم، حضرتك من هدول الأشخاص، تحكي لنا أكثر عن هي الحالة وليش يعني بالضرورة أنه اللجوء للطبيعة اليوم؟ اللجوء إلى الطبيعة، إذا بس لبين لك ليش، إذا بدنا نعرف الإبداع الفني، الإبداع الفني هو ينشأ من أنك أنت تتأملي شيء وتكسبي منه مهارات. الكون كله كسب مهاراته من الطبيعة الأم، هي من أول الأشياء. فنانين بالعالم كلياته، إن كانت الطبيعة يعني طبيعة حقيقية ولا طبيعة صامتة ولا طبيعة خلق الفنان، ولكن بالنهاية هو بلش من الطبيعة لأنه هو جزء من الطبيعة. عرفتي عليك؟ مفرداتي ببساطة باخذها من الطبيعة، أشياء بحبها. يعني رسمت عن الصبار، رسمت عن الجبل، رسمت عن الشجرة. باخذ كل مفردة وبحاول شوفها، اتأملها صباحا بالليل، اتأمل نموها، اتأمل صفاتها، ميزاتها، خصائصها، افهمها تفهمني. اذا حبيتها ولقيت تلاقي ممكن اني ارسمها. عرفتي علي شو؟ بيجي عالم الجرافيك وتقنياته بيضيف لإلي، يبين لي جوهر جيهان مع علاقة هذه المادة. أنا ما بقى يهمني برسم صبارة، برسم شجرة، برسم جبل، برسم عالم. أنا بالنهاية أحول مفرداتي إلى خصوصية جيهان بالطرح. دكتورة حضرتك دكتورة بكلية الفنون، وأكيد في علاقة أكيد جميلة. نحن عم نحكي عن فن، نحن ما عم نحكي عن مواد جامدة، أكيد في علاقة كتير جميلة بينك وبين طلابك، في حالة إبداعية. اليوم هيك إذا كمرتك طلابك عم يسمعوكي، شو أهم النصائح اللي بتحبي تقدمي لهم إياها أو التوصيات؟ الصدق والمحبة. يعني هلأ أي طريق بدك تبلشي فيه وتكوني ناجحة فيه بده يكون في عندك محبة لهذا الفرع أو هذا الاختصاص. هي أهم نقطة، إذا ما في محبة ما بتقدري إنك تصبري وإنك تكملي. هي نقطة. المحبة بتعطيكي
التضحية بتعطيكي عطاء متواصل، بتعطيكي صبر على ذاتك، بتعطيكي تقومي بعد 100 فشل. عرفتي علي كيف؟ والصدق، يكون صادق مع ذاته، يعني يبني خطواته بطريقة صادقة، ما يحاول يغش نفسه لصناعة نفسه. هاي أهم النقاط. تمام دكتورة، يعني من وجهة نظرك اليوم الشخص الموهبة كافية عنده لحتى يكون هو قادر على أو يوصل للاحتراف بالتصميم، أم بحاجة لدراسة بالإضافة للموهبة؟ هلا شوفي، لقلك شغلة، ممكن أنه الإبداع إذا كان في محبة وصدق يوصل إلى فنان حقيقي. دليل ذلك يعني فنان العصر البدائي، هل هو كان يعني ناشئ عن دراسة؟ موهبة، إبداع، فطرة. الموهبة والفطرة صحيح. هلا نحن كلياتنا بنلجأ إلى البدائية والفطرية والفطرة بحياتنا، نرجأ يعني بيكاسو قال بعد 70 عاما من الرسم أتعلم الرسم من أحفادي. ليش؟ لأنه بده يرجع لفطرته. نعم. بداخل كل إنسان الفطرة الحقيقية كتير بتعلم، بس بده يرجع لها. يرجع لها، يقدر انه يستخلص نفسه. عرفتي علي كيف؟ فاذا قدر الفنان يدخل الى اعماقه بصدق ويستكشف ذاته، يعني انا لحد هلا ممكن نحن نكون كل انسان ما فهمان حاله لهلا، ما عرفان شو هو نفسه. عرفتي علي كيف؟ يتصالح مع الذات، يدخل الى داخل اعماقه، يفهم نفسه، يفهم مفرداته، ويقدر يعيش هالحالة ويوظفها بلوحته. تمام. شوفي، لازم وقت تحاوري فنان حقيقي تلمسي انه هو فنان، ولازم وقت تشوفي لوحة فنية تلمسي فيها صدق، عمق، مصداقية، خصوصية. خصوصية، انا كتير بأكد على الخصوصية. اي فنان عنده يعني تجربة تجربة تكنيكية جرافيكية، عنده تجارب عديدة فنية، إن لم يكن هناك ملكة الإبداعية ما بصير فنان حقيقي. لكن الدراسة لحالها ما بتكفي. الدراسة لحالها ما بتكفي. شوفي، بعض المفكرين والفلاسفة بيقولوا إنه 1% من الإبداع، 99% تجربة لأن تصنع فنان حقيقي. ولكن هالواحد بالمية الإبداع، ملكة الإبداع، موهبة الإبداع، إن لم تكن موجودة فأنت ليس بفنان حقيقي. شلون تميزيها؟ يعني لازم يكون عنده صدق بالعمل الفني، إخلاص، محبة، تجربة، دراسة، وملكة إبداع. إذا ما كانت موجودة ما بتشعري إنه فنان حقيقي. هذا اللي بيعطيكي استمرارية الفنان على مدى السنين. يعني أحياناً بتلاقي تجارب كتيرة ومشاريع كتيرة ومعارض كتيرة وأسماء، ولكن يعني شلون بدي أقول لك، أنا ذاتي لم أتطور، لم آتي بشيء جديد، لم عرفتي علي كيف؟ دكتورة، كلامك يعني كلامك كتير لامس، حتى يعني خلينا نقول شباب المصورين، حدا من المصورين يعني انت عم تحكي هو رسام هاي. سألني احد استفزتي اليوم، استفزتي الحالة الإبداعية عنده، يمكن تكون ما بعرف، خلينا ناخذها لو سمحتوا. اليوم كيف بتشوفي بشرفني اليوم كيف بتشوفي الوضع مستقبل الجرافيك في سوريا؟ يعني هلا من وحي الحديث، يعني حب ابو ايمن يشاركنا هي الصوره. يعني والله في فنانين شباب واعدين، يعني في 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 نهضه ان شاء الله. يعني انا مستبشره كثير بهذا الشيء، يعني ان شاء الله يا رب. هيك دائما طلابنا نحن بنتمنى لهم التوفيق بالكليه. أكيد دكتورة، خلينا نحكي شوي عن مستقبل التصميم بالجرافيك، هيك لمحة سريعة. يعني والله شوفي، هذا المستقبل بيحدده الفكر الخلاق لا مبدعينا. عرفتي علي كيف؟ التجارب والفكر الخلاق، يعني إذا ما كان في فكر خلاق نلجأ إليه. بدي أقول أنا هون شغلة بمجال فن الجرافيك، يعني فن الحفر والطباعة. في هناك فن حفر، فن طباعة، العمل المطبوع. نعم. فن الجرافيك هو شامل لجميع هذه يعني الفنون، هو أبو الفنون. صحيح. أبو الفنون الذي وجد في الخليقة منذ بداية الخليقة، منه بقى جميع العوالم والفروع يعني التي انتشرت في العالم.
بس في نقطة إنه لا يغوص فيها الفنان، إنه يعني ليك الجرافيكي لازم يكون يعرف سمات وخصائص الجرافيك، ياخدها ينهل منها ويقدر يوظفها بخصائص وسماته هو كفنان. أما مو يجعل التكنيك هدف، هو نعم. وسيلة وليست هدف. اليوم عم نشوفه هو مشروع لدى الناس، يعني اليوم حكينا بالحالة الإبداعية والجانب الإبداعي والفني، ولكن هو اليوم مشروع عم بيعيش منه الفرد، وعنده مجموعة من الشباب والصبايا عم يشتغلوا بهذا المجال. يعني كمان قديه مهم هاي الناحية كمان؟ طبعا كثير هي مهمة، لأنه بتمارسي شيء بتحبي وبتمارسي شيء بيسقلك ذاتك وبيسقل شخصيتك ومردود مادي. يعني هلأ أنا بشتغل بالمركز الوطني مع الدكتور غياث الأخرس، وبنعمل ورشات عمل بالإضافة للشيء اللي بنعمله فوق بالكلية. حقيقة متعة العمل بتكون كثير كبيرة وقت بتشوفي هالشغف بالطلاب ومحبة العمل، وكل فترة انه في معارض على يعني نطاق واسع، فبيدخل التكنيك الجرافيكي مع التصويري مع الاكروليك مع المائي، ما عرفتي عليه كيف، فبيكون في انفتاح بالعالم بعالم الفنون لحتى انسج لوحة واحدة. يعني ما عاد تحدني انا والله انا جرافيكية بس رح اشتغل جرافيك. يعني انا بمعرضي قدمت تكنيك عن الشاشة الحريرية، بس أنا ليش اخترته؟ ما في شيء يأتي عن يعني عدم تفكير. نعم. يعني العالم الكون اللي بيقول لك أنا لوحتي تجريدية وهي منبعثة عن انفعال وتلقائية وإحساس. الكون يا سيدتي خلق منظم. نعم. صباح مساء ليل نهار، فاللوحة لازم يكون فيها بناء وتنظيم، ولو فيها بعض الأشياء المبعثرة التي يكون الفنان قاصد وجودها. أكيد اليوم في شيء عن عبث بضمن الفن. هذا هون يعني الزعبرة بالفن ليست بفن. أكيد دكتورة أسعدنا يعني اليوم بحضورك معنا، ودائما نتمنى لك التوفيق بهذا المجال إليك ولجيل الشباب كله. شكرا لحضورك. شكرا دكتورة، تحياتنا لكل طلابك من خلالك لليوم، هيك فخورين أكيد اليوم طلابك. شكرا لكم، شكرا لكم فتحتوا لي المجال يعني أحكي عنه. أهلا وسهلا دكتورة. اختصاصي، وإذا سمحتوا لي أني أقدم شكر خاص لفناني ومعلمي وصانعي الأول الدكتور غياث الأخرس، بوجه له تحية إجلال واحترام كبير. شكرا لحضرتك. شكرا لك دكتورة.